أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق أبو المطامير يوم الجمعة معاكم قناة المواشي اليوم، وتعالوا نشوفوا أسعار العجول الذكورة البقري التربية مع المعلم محمود شعبان. حسب الله صباح الفل أحود، عامل إيه يا غالي؟ الحمد لله ولسان طيب. الأسعار عاملة في أبو المطامير النهاردة؟ مريح النهاردة، ربنا يرخي على عباده يا رب. اللهم أنا شايف العرض ياما والطلب شوية، بسم الله ما شاء الله السوق مليان أهوات، ربنا يستر حال الجميع يا رب. اللهم أعمار قد كده يا حوت؟ من شهرين ونص لثلاث شهور يا جماعة. صباح الفل يا غالي، عامل ايه؟ الله يبارك لك. اسمك ايه؟ زياد الدكتور ليسر. المعلم زياد الشيخ مجدي العيسى، والله يبارك له، بسم الله ما شاء الله. كم وكم يا حوده؟ والله وكيل 19 دي ب 19، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. 19 ألف والله واحد. والثاني ده حوده؟ والله ب 17. دي ب 17 وده ب 19، اللهم صل عليك. الابيض ب 17 والاحمر ب 19، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. هات الكوبايتين اللي عندك من 10 تم، كيف بتاخده ب 22؟ يا سيد هات الكوبايتين اللي عندك، احلى كوبايتين يا سيد. السيد بتاع العرق السوس الله يقويه ويصلح حاله يا جماعه وحال الجميع يا رب. اللهم من 10 ايام كده كنت تاخد اهو، الله اكبر، يعني ربنا يرقيها في هبوط في الاسعار يعني، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك انا. الله اكبر. معك حاجه ثانيه يا معلم محمود؟ معك حاجه ثانيه؟ الزملكاوي ده اهو على جد يا حول الله يا عم، احنا مالنا مال الزمالك؟ الله يستر حالنا. والله لو الزمالك خسر انا خدت، بالله عليك، والله لو كسب ما كنت يا راجل. ربنا يكبر شر الزمالك يا ساتر يا رب. يا حول الله، ربنا يستر حال الاهلاوي والزمالكاوي. اللهم امين يا رب. معاك حاجه ثانيه يا حودي؟ ادينا الرقم 011 45 75 31 85. احسن راجل محمود شعبان، الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب. اللهم امين. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر، هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.